فشفتنا على هذا المسؤول ليبرز نورك من في عالم الذهول نورا فاق كل نور وفضح فاش الأمة أن يضر عند وضعه أمة دانسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود آسيا ومعهما من العلم من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية هذا الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانطلق صبح الكمال من النور العمود وبرز الحبيب المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.